يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً السبت طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوباً في سيناء، لطيف ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفي هذه الحالة درجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض المدن والمحافظات.